فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وأن يجعل الرجل بأسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم، هذا هو محل الشاهد، وهو أن يجعل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم. وسيبين الشيخ رحمه الله في قريبا أن اليسير من الحرير رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم علما في الثوب، لكن المنهي عنه أن يكون على شكل ما تفعله الأعاجم. أما إذا كان على غير شكل ما تفعله الأعاجم كالطراز في الثوب في الجيب أو في الأكمام هذا لا بأس، أو في البشت هذا لا بأس به في حدود 4 أصابع فأقل. نعم. أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم. نعم، إما أن يجعل الحرير في أسفل الثوب، وإما أن يجعله في أعلاه على كتفه. المهم أن يكون ذلك على صفة ما يفعله الأعاجم.